ايه الوصفات اللي هنعملها؟ انا قلت دايما بنشتريها من بره، اعمليها في البيت هتكوني مبسوطه اكتر ومرتاحه. هنعمل مع بعض النهارده الفراخ، فراخ كنتاكي المقرمشه او فراخ البروستد المقرمشه، وهنعمل كمان الرز بتاعها، رز الريزو المشهور او الرز المبهر اللي بيجي مع الفراخ دي. هنبتدي مع بعض نقول مقادير الرز عشان نلحق نعمله مع بعض في الحلقه، وبعدين هنشوف الفراخ بتاعتنا. طيب الرز عندي عبارة عن 3 كوبايات من الرز المصري، هيكون مغسول ومتصفي، مش ضروري أنقعه، عايزة تنقعيه مثلا 5 دقايق أوكي، بس أنا بشتغل فيه فورا. عندي 3/4 كوباية بصل هيكون فرمان ناعم جدا، ولو بالكبة يا ريت اديه كده ضربة بالكبة عشان يكون ناعم جدا. عندي 1/4 كوباية زيت و3 كوبايات من المية المغلية، وعندي 2.5 معلقة من الملح عندي. طيب عندي كمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس خالص، خليه يكون ناعم جدا جدا، وعندي 0.5 معلقة من الكاري، ومعلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، او خليها معلقه ممسوحه او 0.5 معلقة، وعندي 0.25 معلقة كمون، 0.5 معلقة من الصويا صوص، بستعمل الدارك الغامقه، وعندي 0.5 معلقة من الباربيكيو صوص، ممكن تعمليه في البيت او تكوني شارياه جاهز، هيتحط كمان عندي على الرز فهيديه طعم مميز جدا. طيب انتوا لاحظتوا ان عندي 3 كوبايات من الرز وحط عليها الملح، لو لاحظتوا مقلله الملح. انا عاده بحط لكل كوبايه رز، كنت عاده متعوده دايما اني اقول لكم حطوا على كوبايه الرز 0.5 معلقة من الملح، بس المره دي انا عاملاها 2.5 معلقة ليه؟ عشان حاطه صويا صوص وعلشان حاطه باربيكيو صوص، والاثنين مملحين. فلذلك دايما ننتبه بوصفاتنا لما يكون فيها صويا صوص او صوصات مملحه او مكعبات مرق، دايما بتقللي الملح في الوصفه بتاعتك عشان ما تبقاش مملحه بزياده. طيب اول حاجه انا عملتها في الرز عندي اني حطيته على النار، البصل قصدي مش الرز، حطيت البصل عندي على النار وهبدا اشوحه في الزيت لغايه ما يبدا عندي البصل يدبل خالص ويصفر، ولو بدا ياخد علامات بنيه بفضل اكتر، يعني خلي البصل يبدا ياخد شويه لون. طيب الرز في الوقت ده هعمل فيه ايه؟ ممكن تعملي الحركه دي اني انا باخد بس معلقه زيت كده اوكي، بقوم مقلباها مع الرز، بحب اعمل الحركه دي دايما، ولا خليها بمعلقه عاديه، بتخلي دايما الرز طالع معي متفلفل كده اكتر ومش بيعجن، لما تحطي كده معلقه او 2 معلقة من الزيت على الرز، والرز طبعا مغسول ومتصفي، وقلت اللي عايزه تنقعه 5 دقايق كده كفايه، 10 دقايق ماكسيموم، وانا بصراحه لما بعمل الوصفه دي مش بنقع الرز. طيب بصوا لغايه ما البصله عندي تتحمر شويه، ايه رايكم ناخد مقادير تتبيله الفراخ عندي بقى المقرمشة جاهزة معانا؟ ناخد مقادير، يلا ناخد مقادير كمان الفراخ عشان تشوفوا المقادير، ونبتدي كمان نشتغل بيها لغاية ما البصلة عندي أنا عايزاها تاخد وقتها وتتحمر بشكل حلو، وأنا حتى هعلي النار عليها شوية. طيب عندي بروستد الدجاج ال إيه؟ طيب عندي بروستد الدجاج يعني الفراخ المقرمشة عندي عبارة عن فرخة كاملة، وعلى فكرة التتبيلة دي ممكن تشيل معاكي فرختين، يعني انت ممكن بنفس التتبيلة دي بنفس الكمية تتبلي فرختين، هتلاقي السوائل في التتبيلة كتيرة وتاخد فرختين لو انت عايزة. الفرخة دي هتقطعيها 8 قطع، الدبوسين لوحد والورك لوحده، وعندي طبعا الجناح مع حتة من الصدر وباقي الصدر كده، بقى عندي 8 قطع. طيب عندي اكيد زيت غزير عشان اقلي فيه الفراخ. طيب خلطه النقع اللي هنقع فيه الفراخ عباره عن 0.25 كوباية عصير ليمون طبيعي، 0.25 كوباية خل، 2 كبار من الخردل اللي هو المستردة اللي زي الكاتشب كده اللي لونه اصفر اللي بنحطه على السندوتشات، وعندي 2 كبار زبادي اللبن الزبادي، وعندي 0.5 راس ثوم مهروس، ومعلقه صغيره من بودره الثوم، ومجموعه بقى من التوابل اللي هتميز وصفتنا، 0.5 صغيرة بودره بصل، و0.5 معلقة صغيرة من الزنجبيل، وعندي كمان 0.5 معلقة صغيرة من البابريكا، و0.5 صغيرة من الكاري، و3 معالق كبار من زيت الزيتون، و0.5 معلقة صغيرة فلفل اسود، و0.5 صغيرة من الملح، وما تنسوش الشطه اللي بيحبوا الشطه، وده بسيبها دايما على الذوق. عايزه اقول وصفتي دي في الفراخ ناس كتير جربوها، ومن بعد ما جربوها كانوا مبسوطين جدا 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 بالنتيجه.
طيب اول حاجه هعملها هاخد بوله عندي، وعندك خيار اما انك تضربي المكونات دول كده ببلندر عشان ينعموا خالص التتبيله، يعني انت ممكن تاخدي المكونات دي تديها ضربه كده بالهاند بلندر، ليه؟ عشان الزبادي ما يبقاش كده متقطع، او بالشوكه بقى جامد لغايه ما تحسي ان الزبادي اتخلط كويس مع المكونات عندي. لا هو زيت الزيتون كان هنا اهو، ده زيت الزيتون بتاعها طبعا اختياري، ما عندكيش زيت زيتون عادي خلاص مش هتحطي زيت زيتون، مش هتحطي الزيت في التتبيله خالص، بس بصراحه يعني بيديها طعم لطيف. بصوا مجموعه التوابل كلها هنزل بيها بالملح بكله مع بعضه كده، خلصنا من دول ونقدر نكمل مع بعض. طيب كده زي ما قلت، اما عندك بالشوكه او بالهاند بلندر، انا لسه ايه بفضل ايه. يلا اوكي، اهو البصل عندي تمام لسه عمال بيصفر، انا عايزاه ياخد سنه علامات ذهبي او علامات بنيه بسيطه جدا، خلاص هو تقريبا على وشك. طيب هنا عندي دي الخلطه اللي هنقع بيها الفراخ عندي، وزي ما قلنا اللي بيحب الشطه يحط شطه بقى براحته تمام. طيب انا عندي الفراخ اهي، فانا دلوقتي هبدا اتبل الفراخ بالخلطه بتاعتي، بس قبل ما احط الفراخ عايزه هنا انزل فوق البصل، ممكن انا ايه هبعده بس سنه عن النار عشان هي النار عاليه، خليكم معايا لحظه، اهو البصل بتاعي هنزل فوقيه بقى بايه، هنزل فوقيه بالثوم، استنوا نسيت الثوم، اهو الثوم ياخد تشويحه بسيطه كده اهو مع البصل، انا بس عندي النار قويه جدا فبعدت الحله سنه عشان مش عايزه الثوم ايه يتلسع، هرجع تاني على النار وهنزل بالتوابل اهو، التوابل عندي هرجع تاني على النار، يلا انتوا معايا اهو، هنرجع تاني هرجعه تاني على النار عادي جدا تمام. طيب دلوقتي هيكون فاضل ايه؟ فاضل الرز، فاضل الصويا صوص، وفاضل المعلقه الصوص الباربيكيو صوص. طيب في حد هيقول لي ما عنديش صوص باربيكيو صوص، خلاص عادي ما تحطيش باربيكيو صوص، ممكن تحطي مكانه زودي سنه الصويا صوص وتحطي مكانه شويه كاتشب وصلصه شويه صغيره، انا حاطه هنا معلقه كبيره بس من الباربيكيو صوص، ممكن تعمليه في البيت سبق وعملناه. طيب انا ما عنديش خالص الباربيكيو صوص، هتعوضيه تماما بايه؟ هتعوضيه بشويه كاتشب وصلصه، او ادخلوا شوفوا طريقه تحضيره عندي على الصفحه واعملوه في البيت، هو عباره عن مجموعه من المكونات بتتخلط كلها مع بعض، وبعد ما بتتخلط بتتحط على النار بس يعني على نار هاديه ربع ساعه كده لغايه ما ايه المكونات تاخد من طعم بعض، عباره عن كاتشب وصلصه وشويه صويا صوص، وفي صوص اسمه وورشستر شاير صوص لو عندك كمان بيتحط، وشويه مسترده وتوابل، بودره بصل على بودره ثوم على بابريكا، ولو في بابريكا مدخنه يا ريت، هو بس كده وبيتحطوا على النار شويه، وموجود عندي على الصفحه للي عايز ياخد مقادير باربيكيو صوص ويعمله في البيت. طيب حاليا طبعا انا زي ما انتم شايفين الرز عندي بديه كده تشويحه، ومحضره ميه مغليه، لازم تكون عندي الميه المغليه مقدار كوبايتين ونص، فانا بس هغلي الميه عشان تكون بتغلي كويس، وفي الوقت ده انا سايبه الرز يتشوح شويه على النار هبدا اتبل الفراخ بتاعتي. يلا فاضل عندنا للرز ايه؟ فاضل عندنا الصويا صوص وصوص الباربيكيو، ندي الرز تاني بس تقليبه، لو عندي كوب معياري كمان بفضله اكتر، اشوف هو بس فين الكوب المعياري بتاعي. طيب حاليا هعمل ايه؟ هاخد سكينه اهو وابدا اعمل في الفراخ، خاصه الصدور، قطع الصدر اهو، قطعه الصدر مع الجناح، اعمل بس فيها كده شويه شقوق. الشقوق دي هتعمل ايه؟ هتدخل التتبيله جوه اللحم، وغير ان التتبيله هتدخل جوه اللحم، التتبيله دي هتطري اللحمه، وطبعا غير الطعم هي هتديها طعم بس هتطري اللحمه، وبالتالي لما ينزل في الزيت، في ناس بتقول انا باجي بعمل الفراخ دي بتقوم بتطلع معايا مش مستويه، فبيروحوا قايلين لي انا عايزه اسلقها، لا ابدا انا عمري ما سلقتها، كل عمري بعملها ومش بسلقها خالص، بس الشقوق دي
الشقوق دي بتعمل وظيفتين او ثلاث وظائف، بتدي طعم عشان تدخل التتبيله جوه اللحم كويس، ثانيا التتبيله دي بتطري اللحم، ثالثا في الزيت بتستوي معايا بسرعه جدا عشان فيها الشقوق دي. طيب احنا دلوقتي هنطلع فاصل صغير، كل اللي هعمله هعاير الميه بتاعتي المغليه واقوم حطاها على الرز، اوكي، والفراخ اهو بنزلها في التتبيله. فهنطلع فاصل صغير، نرجع هكون نزلت الفراخ بتاعتي بالتتبيله، وهقول لكم الافضل طبعا ايه من ناحيه الوقت في التتبيل. كل ده بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، فاستنوني. بتغلي، هقوم نازله بكوبايتين زي ما قلنا عندي، لا قلنا ثلاث كوبايات اقصد، معلش، عشان ثلاث كوبايات رز لازم ياخدوا الثلاث كوبايات ميه. واستنوا لحظه، انا نسيت عندنا الصويا صوص اهي، ننزل بيها قبل ما انزل بالميه، وكمان الباربيكيو صوص اللي قلنا ما عندكيش هتزودي شويه الصويا صوص مكانه، وتحطي مثلا معلقه صغيره من الصلصه او نص معلقه صغيره صلصه، وخليها معلقه صغيره كاتشب، عوضي وبس. هو طعمه حلو جدا هيطلع معاكي اهو. بس هو الباربيكيو صوص ايه الجاهز بيستعملوا له بابريكا مدخنه، هو ده المميز فيه، فبيدي طعم كده مدخن، فلو عندك بيكون هايل، لو ما عندكيش خلاص هتستعملي زي ما قلت اللي انت عاملاه في البيت، نفس الطعم بيشبهه جدا، بس الفرق انه هم عندهم البابريكا اللي داخله في الصوص ده مدخنه. دلوقتي طالما بيغلي عشان كان الرز سخن ونزلنا عليه بميه مغليه، هو انا نزلت عليه بالكوبايه الثالثه ولا لا؟ انا نسيت والله، ما نزلتش صح؟ ما انا حسيت الميه قليله اهو. استنوا بقى نحط الكوبايه الثالثه، عشان ايه؟ لازم تكون ميه بتغمره زي اي ايه. هقوم دلوقتي طالما هو بيغلي عشان كان الرز سخن قوي من التقليب على النار والميه مغليه، فخلاص غلى. اذا دلوقتي بالظبط زي اسم برنامجنا، على نار هاديه هيقعد لغايه ما يستوي، تمام؟ هياخد تقريبا الربع ساعه تلت ساعه الطبيعيه بتاعته. طيب الفراخ هنعمل بيها ايه؟ هنقرا مقادير طبقة التغطية اللي هتديني الشكل بتاع ايه؟ بتاع الفراخ عندي. طيب عندي طبعا طبقة التغطية، معانا رانيا. التغطية عبارة عن كوباية وربع من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا اللي هو الكورن فلور، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بصل باودر، ونص معلقه صغيره توم باودر، وعندي نص معلقه صغيره من الكاري، ونص معلقه صغيره من الزنجبيل، معلقه صغيره بابريكا، والشطه بسيبها لكم دايما على مزاجكم يعني انتوا اللي عايزينه، ونص معلقه صغيره من الملح عندي. طيب دي عندي طبقه التغطيه، وطبعا ما تنسوش في عندي البيض اللي هنزله التغميس قبل طبقه التغطيه، عباره عن اربع حبات بيض بضربهم مع فلفل اسود وملح بس كده. طيب دلوقتي نبدا فورا نشتغل مع بعض. اخد لي طبق كده واسع، ممكن ده هو ده، هقوم خلطه الدقيق مع النشا مع معلقه البيكنج باودر. في حد بقى بيسالني دايما سؤال، ليه لما باجي بستعمل زيت احيانا بلاقيه بيفور معايا؟ طبعا دي التوابل كلها، احيانا لما تلاقي الزيت بيطلع فقاعات او عمال بيفور، فده نتيجه ان انت قليتي حاجه فيها بيض. اي حاجه مغمساها في البيض او مستعمله فيها البيض للاسف الشديد بتخلي الزيت بيفور وبيعمل فقاقيع جامده جدا، ده عشان البيض فيه بروتينات جوه البيض، فده اللي بيخلي الزيت يفور بعد استعماله بحاجة كان فيها بيض، فده اللي بيحصل لما تقلي الفراخ دي، هتلاقي عندك الزيت بيفور. طيب دلوقتي عندي الخلطة دي زي ما انتوا شايفين، بس بقلب كويس النشا مع البيكنج باودر مع الدقيق مع كل المكونات اللي عندي، وانا عايز اهدي على النار لسه هنا اكتر على الرز، سمعاه لسه بيغلي سخن جامد. طيب خلاص عندي الخلطة صارت تمام، البيض مضروب مع فلفل اسود وملح. هاخد طبق، علشان الطبق ده اللي هبدا ارص عليه القطع بتاعتي بعد ما ايه اغطيها او اغطسها بطبقه
التغميس البيض والتغطية. هبدأ ايه اهو، نشيل دول. يلا هعمل ايه؟ طبعا يفضل التتبيلة دي، كنت عايزة اقول لكم نسيبها قد ايه، يا ريت لو تسيبوها لتاني يوم. طبعا لو الفرخة كبيرة التتبيلة دي يعني تكفي فرخة كبيرة، فرخة صغيرة هتاخد فرختين او فرخة ونص. زي ما انتم شايفين السوائل في التتبيلة كتيرة، سيبوها ليلة كاملة في التلاجة، هتبقى طرية، هتستوي بسرعة، هيبقى الطعم بتاعها رائع جدا. هنبتدي دلوقتي، انا هاخد الحتة مثلا دي اهو، عندي حتة الايه، لا بلاش دي عشان ايه، لازم نقطع منها، بس انا بشيل الرقبة عادة. فعندي مثلا الحتة الدبوس اهو، هقوم نازله كده في السريع من غير ما اضغط اول مره، من غير ضغط، تمام. ايد بخليها للدقيق والايد التانيه للبيض زي ما دايما بقول لكم، وتاني مره ارجع نازله تاني في طبقه الدقيق، بس المره دي هضغط علشان عايزه الطبقه يعني تلبس كده في الفراخ. شايفين اهو بهز عشان الزوائد اللي في الدقيق. برجع تاني ايدي دي اللي فيها سوائل اللي فيها بيض، ينفع تاني امسك فيها حاجه ايه كده طريه. انا عايزه حته صدر بس من غير الرقبه دي اهو، ده بصوا الصدر اللي بيخوفكم دايما وحتى معاه جناح، هيستوي ويطلع زي الفل معانا. هاخده كمان مره تانيه في الدقيق، الايد اللي في الدقيق اول مره بس يا دوب كده، اللي هو زي ما بيتقال كلمه انا بعفره بس بالدقيق، بس بشكل بسيط اللي هو بس كده يا دوبك رش دقيق من غير ما اضغط. خلاص هرفع اتخلص من الدقيق الزياده، نازله بالبيض بتاعت البيض. اشتغلي كده مش هتلاقي نفسك اتلخمتي وايديكي بقوا دقيق وبيض، عشان انتي مخليه دايما ايد للسوائل وايد للحاجات الناشفه. هناخد كده. طيب الزيت ايه اخباره، وازاي عندي الفراخ دي ممكن تستوي؟ دي معاناه السيدات اللي بيخليهم الموضوع ده يشتروا الفراخ دي من بره. بتستوي عشان احنا عاملين شقوق تحت الجلد في اللحم، اتنقعت كويس في التتبيله، فيها خل وليمون وزبادي وهتطريها، غير الطعم الرائع. حاجه كمان طريقه القلي، طريقه القلي كالتالي، انت الزيت هتسخنيه جامد اوكي، بس مش اللي يحرق، لا اللي هو الزيت المناسب للقلي زي اللي بتقلي فيه البطاطس. هتنزلي الفراخ بالزيت اللي هو زي ما قلنا محمي جامد زي قلي البطاطس، وبعدين هتعملي ايه؟ بعد ما ينزلوا هياخدوا الصدمه بتاعه الزيت والحراره، فالطبقه الخارجيه دي هتتشكل، هيبقى لها شكل وقوام. هتقومي عامله ايه؟ هتقومي مهديه النار، وطي النار وسيبيهم ربع ساعه بنار هاديه كمان يستووا في الزيت. ولو عندك غطا يا ريت تغطي الحله بتاعتك او الطاسه اللي بتقلي فيها. طبعا ربع ساعه دي او 10 دقايق عشان ما يتحرقوش منك، لو انت خايفه بصي عليهم. مفروض تلاقيهم ايه، انا عايزه بس اشيل الرقبه اللي هنا، كان ممكن هنشيلها بس عشان ايه، انا عايزه اقليها، بس عاده احنا مش بنقلي الرقبه دي. دلوقتي عندي بقى عندي حتة صدر كمان الكبير ده والجلد عليه، نفس القصة. أنا دلوقتي خلاص اكتفيت، مش هكمل الباقيين عشان نبدأ بالقلي، بس أنا قلت إيه هطلع الحتة الكبيرة ونقليها مع بعض، اللي مخوفة كتير من الستات، وإن شاء الله أزودهم. طب عشان وقتنا أعمل إيه طيب؟ طيب هقليهم، بصوا ماشي هنكملهم يلا. طيب دلوقتي خلاص دي اخر قطعه هعملها، والزيت عندي اكمل بقى، الزيت سخن جامد اخدت الصدمه بتاعتها، وبعدين عملت ايه؟ هديت النار واسيبهم 10 دقائق ربع ساعه على نار هاديه، ولو عندك غطا غطي الطاسه بتاعتك لغايه ما يستووا. وقبل ما ترفعي من الزيت في تركايه على فكره، ما ينفعش اطلعهم والنار هاديه، هيكونوا شاربين زيت ومش هيكونوا مقرمشين. فالحل ايه؟ لازم اقوم قبل ما اطلعهم من الزيت وانتبه ما يكونوش اخدوا لون غامق كتير، يكون اللون بتاعهم لسه حلو. اقوم عامله ايه؟ هقوم معليه النار في الاواخر علشان ترجع الطبقه بتاعتهم تقرمش وما تشربش زيت. بصوا الزيت سخن بس مش بيحرق، السخن المظبوط. هوريكم دلوقتي الشكل بتاعهم هيكون عامل ازاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد قطعه كمان. وملاحظه كمان، ما تزودوش قطع اكتر من اللازم، يعني 4 قطع ده كفايه عشان مليت لي الطاسه. لو عندي غطا زي ما قلت ممكن اغطيهم، ما عندكيش على فكره عادي هيستوي. انا احيانا مثلا لما بعمل بطاسه زي دي ما لهاش غطا، بس اللي بعمله اني ههدي النار. بس استنوا انا عايزه اوريكم الشكل بتاع القشر. بصوا شايفين المنتورين دول؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ دي الطبقه المثاليه بتاعت فراخ كنتاكي او فراخ المقرمشه. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ ههدي النار. بصوا انا ايه؟ هرجع تاني اهو، وعندي دي هقوم عاملاها على كام؟ على 1 او 2. 2 كفايه كده. انا هديت النار جدا، هسيبه على، يعني انا حطيت على عيار 2 مده كام؟ مده ربع ساعه. طيب دلوقتي عايزين تطلعوا فاصل او اي حاجه؟ انا ما عنديش مشاكل، انا عشان خاطر رانيا وهشام هكمل القطع. نكمل؟ طيب انا ممكن بس احط شويه دقيق هنا عشان انا عايزه حتى دول بصراحه كمان يتقلوا. وعايزين نبص على الرز طبعا. ايه؟ انا عايزاكم تبقوا معايا مركزين في الوقت. احنا هنسيب دول قلنا كام؟ اهو الطبق بتاعهم، هنسيبهم قلنا في الزيت 10 دقايق ربع ساعة. انا هديت النار خالص، ممكن بقى نقلبهم عشان الوش اللي نزل على الزيت تحت يتقلب، بس مش فورا. قلبنا بعد ما الوش ماسك، يعني بعد دقيقة كده هينفع انك تقلبي. بصوا ما شاء الله شكلهم تحفة. على فكرة رانيا احنا شطشطناهم علشان خاطرك، انا بعملهم من غير شطة، واللي يتوصلك بالشطة مش انا، ده سعيد. نوجه له تحية على فكرة، سعيد قال لي مخصوص عشان رانيا. طيب دلوقتي اهو نكمل كام قطعة دول. انا عايزة بصراحة اشوف ايه اخبار. انا طبعا وسخت الايدتين، ما بقتش ملتزمة بالقاعدة بتاعت ايد للحاجات الناشفة وايد للحاجات المبلولة اللي هي السوائل، فطبعا هبدأ اتضايق من المنظر ده. لذلك دايما بقول لكم ما تخلوش الايد اللي فيها البيض تروح على الايد اللي فيها دقيق، عشان ما يحصلكمش المنظر اللي انا حصل لي ده. خلاص باقي ايه؟ باقي القطعة دي، القطعة التانية. عايزة اشوف الرز. خلاص احنا في الاواخر. تمام. طيب عايزة اقول بقى على موضوع كمان، اللي عمال ايه بيشوفونا دلوقتي وعايزين طبعا يعرفوا ازاي بتتعمل اسمها ايه كان؟ السلطة اللي بتيجي مع الوصفة دي. كمان ليها شوية حاجات كده لازم تتعمل عشان تطلع معاكي مظبوطة وزي بتاعتهم. وعايزة اقول لكم انه دي كمان هنعملها مع بعض. طيب على فكرة انا عشان الرز دايما بيتقدم مع قطع فراخ بتكون مخلية، فانا تركت عندي، بس انا لسه فاكراهم اصلا، خليت كمان عندي شوية صدور من غير جلد خالص او من غير جلد خالص اهو، كمان هعملها بنفس الطريقة. زي يعني انت ممكن تعملي الوصفة دي للفراخ بالعظم او تعمليها كده بصدور بس، دول عشان يتقدموا على الرز. فانا اهو هحضر لي كام واحده وهنقليهم بنفس الطريقه. انا اصلي بس نسيت، عشان انا عايزه كنت الدقيق ده انزل فيه كده كام قطعه بنفس الشكل. فانا بحاول ايه اعمل لهم بالمتبقي عندي. طيب نروح نشوف الرز، عايزه ابص عليه بصه كده. يلا ونشوف كمان دول. طيب انا هقلع الجلافز ونشوف ايه الاخبار ونشوف الرز. بصوا مش هيتحرقوا، مهدية النار واللون هيبقى ذهبي مظبوط. وهسيبهم كده يكملوا ال10 دقايق. هيستوي يعني هيستوي، مفيش حاجه اسمها انا من جوه طلع معايا ني. خلاص القشره تماسكت، فاقدر ايه اقلبهم شويه واسيبهم ال10 دقايق، عمرهم ما هيغمقوا. هتعملي ايه قبل ما تطلعيهم من الزيت؟ واحنا هنطلعهم مع بعض، هنقوم بس رافعين النار جامد في اخر دقيقه عشان لو شربوا زيت، لان القلي على نار هاديه بيخليهم يشربوا زيت. فنقوم رافعين النار بس في السريع في الاخر خالص عشان يطردوا الزيت، هم قرمشين جدا. طيب هنشوف الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا شايفه ان هو استوى ما شاء الله. بصوا على فكره يعني المفروض واحد ما يحركوش فورا، عايز اوريكم ازاي. بصوا الرز متفلفل وحلو. بعمل ايه دلوقتي طالما استوى وشرب الميه بتاعته؟ ابعده عن النار واغطيه يهدى 10 دقايق.
هيطلع متفلفل ورائع جدا. فده اللي هعمله، انا هغطيه ابعده عن النار خالص، نبعده عن النار اهو، ما بقاش على النار، ويتساب كده متغطي العشر دقايق بتاعته عشان يطلع مفلفل. لما اجي اغرفه الاقي كده ايه، الرز متفلفل وشكله رائع، وهنغرفه كمان ان شاء الله. طيب دلوقتي انا مستنيه على الفراخ دي، وعندي الصدور عايزه كمان اعمله عشان يتقدموا مع الرز اللي احنا عاملينه، زي بنشتريه من المطعم تلاقي رز عليه الفراخ دي الستريبس او الصدور المعموله كده مقرمشه من غير عظم. هنطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل فاستنونا. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. زي ما قلنا بسيبهم على النار الهادية 10 دقايق ربع ساعة، بس أول ما نزل على النار في البداية خالص لازم تكون النار عالية. لو النار مش عالية والزيت مش سخن جدا الطبقة الخارجية مني، بعد ما الطبقة بتتماسك عشان بقى يستووا من جوه بهدي النار 10 دقايق ربع ساعة. طيب لما أجي أطلعهم هعمل إيه؟ هقوم معلية النار، ده اللي أنا عاملاه دلوقتي، عليت النار على الآخر علشان يطلعوا مقرمشين، علشان اللون بتاعهم يغمق بقى سنة، عشان طول ال 10 دقايق ربع ساعة كان اللون بتاعهم لسه الذهبي الفاتح. أنا عايزاه بقى ياخد لون أكتر، فبعلي النار عشان تطرد الزيت الكتير اللي جواها وتقرمش وما تطلعش معايا شاربة زيت. اهو خلاص هبدا اطلع، بتاخد اخر دقيقتين يعني ال 10 دقايق ربع ساعه على النار هدفت، اعلي النار واسيبهم دقيقتين وراقبهم كويس عشان بس ما يتحرقوش مني.